متابعينا الكرام، ما زال الحديث مستمرا في إطار النظافة، ونتجه من الغيل إلى الشحر ومن أنموذج النظافة إلى معاناة النظافة التي يعاني منها السكان في المدينة رغم محاولات الصندوق في المديرية، إلا أن الإمكانيات لا تساعد والمواطنين يشكون عدم وجود كباسات متخصصة في نقل القمامة في المدينة، في حين أن الشكل العام للمدينة مشوه بوجود الأغنام المنتشرة في شوارعها الرئيسية وأزقتها الداخلية. تحسن محدود في مستوى النظافة بمدينة الشحر، وغياب الاهتمام بالتحسين والتشجير يعد أحد الموضوعات المتداولة في الشارع المحلية التي تطالب بتوفير معدات وكباسات مختصة لتحسين وتيرة العمل والاهتمام، إلى جانب التشجير لتحسين مظهر المدينة الخارجية. النظافة في مدينة الشحر تحتاج إلى اهتمام من قبل صندوق النظافة، لأنه أولاً الآليات الموجودة عددها قليل مقارنة بسكان الشحر، فنحن سكان شحن تقريبا أكثر من 150,000، وعدد الآليات ما بين 4 إلى 5 سيارات في أقصى يعني أقصى عددها، ولهذا فإنها لا تستطيع أن تفي بكميات الكبيرة من القمامة. والنظافة طبعا ما هي فقط اللي هي نقل القمامة، ولكن عمليات تنظيف الشوارع وكذلك التشجير وبالنسبة برضو للطرقات وغيرها. لهذا نحن نتمنى من الأخوان في صندوق النظافة وفي السلطة المحلية أنهم يهتموا بهذا الموضوع المهم. النظافة في مدينة الشحر، طبعا الشحر تفتقد على هذه النظافة، وأيضا بالنسبة للإمكانيات، إمكانيات قليلة وضعيفة في مدينة الشحر. مدينة الشحر بكبرها وبكبر حجمها إلا أن الإمكانيات قليلة، فنحن نطالب السلطات أو السلطة بتوفير آلات بالنسبة للنظافة، بتوفير سيارات القوش، وأيضا صناديق، لازم أن تتوفر صناديق في كل حتى أقل حاجة في كل حارة في كل منطقة علشان تجمع هذه النظافة. وأيضا عندي ملحوظة ثانية بالنسبة للتشجير في مدينة الشحر. صراحة الشحر وشوارعها كلها مشجرة، فيها الأشجار فيها، لكن مقارنة بسيون غير. الجهات المختصة بمشروع النظافة والتحسين أكدت مساعيها في رفع التكدسات وترتيب عمل عربات التكاتك لنقل المخلفات داخل الأحياء رغم غياب الميزانية وضعف الإمكانيات حد وصفهم. الجهود المبذولة خلال هذا العام الجديد إن شاء الله تعالى عام النظافة، نحن نقول عام 2020 وهو عام النظافة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا العمل، وبرضه نحث الأخوان المواطنين على أنهم يبادروا على يعني على النظافة ويتعاونوا معنا في هذا العمل. وطبعا نشكر الأخوان لجنة الصندوق النظافة على هذه الجهود المبذولة، ونطلب من الله أن يوفقنا إلى المزيد إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن عام 2020 النظافة هذا العام يعني نظافة غير عادي بالذات في الشحر، العمال النظافة ما لهم يزيد. ويظل وضع النظافة في هذا المستوى المحدود بسبب السيارات المتهالكة التي يملكها المشروع والتي لا تتناسب إطلاقاً، والتوسع العمراني الذي تشهده المدينة.